حسابي الانستغرام موجود بالبايو بصندوق الوصف، تابعوني على الانستغرام. لا تنسى تحط لايك للفيديو، خلينا نوصل هالفيديو لل 20,000 لايك. يا من الحلال بعدين معك انت، بعدين معك. لو الله ستر لو ما هزيت زعتر كنا متنا جوع. لك روح دور لك على شي شغله. لك لا مش جاني ولا مش جانك، مشان هالولاد اللي عنا. لك رايي من هالولاد جاي تعلميني؟ انا ما بشتغل، انا ما بشتغل. فهمية الف مره قلت لك اياها. عايفيني انام لا توجعي لراسي. يا من الحلال عندك 5 اولاد، منين نطعميهم؟ منين نجيب لهم؟ لو ما انا عم بشتغل كانوا ماتوا جوع. اي لا تضل تقري جنب راسي. روحي من روحي رايح خلينا نام يلا. حسبي الله ونعم الوكيل، بس الله ما رح يقطع، الله كريم. يلا يلا لك ليش معذب حالك؟ لا والله ما يعطيك الف عافيه. شو شو حالك؟ شغلك عفوين ولا نعم؟ والله هلا يمكن والله ما لحقتني. عود وتعال عود اخي، اهلا وسهلا. اي والله والله اشتقت لكم يا اختي. اشتقت لك والله، اشتقنا لك اكثر. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ليش شغلك طمنا عنك؟ والله عم طالع خرجيتي بس عم بقول شو بدي اعمل. الله يسعدك اخوي، يفتح لك طريقك وينور قلبك. امين يا رب. انت شو والله كنت جوزك لسه ما عم اشتغل؟ اشتغل هناك. بسم الله يا اختي، انا مليون مره قلت لك مش من زمان خبريني. لك يا اخوي ما بدي احتحمل عليك، ما عندي لا ولد ولا ولدين، 5 اولاد يا اخوي. يا اختي حمل شو؟ لك انت اختي اختي شو من زمان انا جاهز؟ معقول خليك تحتاج حدا غير يعني؟ لا تخجلي مني، شو ما من زمان قولي لي، تمام؟ الله يخلي لي اياك يا اخوي، والله ما بدي غير سلامتك. يلا مو مشكله. المهم في اكل بيت ولا ما في؟ مستور الحمد لله. ما مشكلة، هلا انا رح انزل اوجب لك شوية قرارات، تمام؟ شوف شو بصير معي ان شاء الله خير يا اختي. الله يرزقك. مثل ما قلت لك شو ما بنزل بتخبريني. ان شاء الله ان شاء الله. رح اعطيك كم ليرة كمان. يلا اخوي لا تعذب حالك، لا تعذب حالك. ما شاء الله ما شاء الله يا محمد. هاي ترزق ان شاء الله. بس امبارح ما كان عندك شيء، ما شاء الله صار عندك محلين، الله فتح وشك. كيف؟ اي والله. والله يا ابن عمي انت بتعرف لما الله رح يبعد يبعد. الله الحمد لله الله فتح ابوشنا لانه احنا ما قصرنا معك. فضل الله الحمد لله الله رزقنا وطعمنا المحلات. انت انسان طيب وبتستاهل كل خير، الله يفتح ابوشك وان شاء الله هالاكبر ان شاء الله هيك ملايك هيك هذا المحل محلين ثلاثة ان شاء الله، دائما حلال وكل الناس بحبوك ما في منك. الحمد لله الله انعمنا واكرمنا الحمد لله. يلا خير ان شاء الله الايام جاي ان شاء الله. واي شيء من سمك يا ابو علي انا عيونك. تسلم تسلم الله يخليك الله يوفقك تسلم كل شيء. شلون شغلك انت؟ الحمد لله فضل الله وكرمه الحمد لله. الحمد لله فتحت محل ثاني بعيد من هون كم زيتون بورا تقريبا. الله يوفقك تسلم كل شيء والله ما في تسلم يا ابو علي. شو ما جهزت حالك لسه؟ يلا هيك اجيب شنطة. يلا بسلام. مو الصبح عم بقول لك جهز حالك لنروح نشتري غراض الي؟ لك يا اخي والله ما بدي اعزبك. عادي يا اختي، هلا بدك تسمعي، ايش بنزمك بالبيت كله هلا بتقولي لي اياه مشان نشتري، تمام؟ تمام. ما انت ناقص شيء ها؟ يلا. الاولاد رح تنامون بالبيت؟ خليهم نايمين. تمام. الله يعطيك العافية يا اخي، لك والله ما كان في داعي لك يا اخي. لك لا يا اختي، هاتي بحطهم. الله يعطيك العافية والله ما لك مجبور. هذا البيت الثاني. الله يجزاك خير. بدك شغل مثلك بس خبرني. الله يجزاك خير. ادخل اخوي ادخل. ان شاء الله يكفيكم. ان شاء الله اخوي ان شاء الله بخير. اللهم يسر امره. اللهم اشرح صدره. اللهم افتح عليه رزقك الذي في السماء.
وأخرج عليه رزقك الذي في الأرض. يا الله يا كريم يا كريم يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوي أنت الوحيد اللي وقفت معنا من بين أهلي، أنت الوحيد اللي تحملت كل طلباتنا واحتياجاتنا أنا والأولاد وما تركتنا ولا يوم. كنا كل مرة نطلع فيها معك يا أخوي نرجع مبسوطين لأسابيع ولأسبوع ولأسبوعين، يعني نحس بالسعادة معك. الله يوفقك يا أخوي ويوفقك وينور طريقك. هذا هو السبب اللي الله طعمني ورزقني من دعائك يا أختي. الحمد لله. الله يخلي لي إياك يا أختي، وراح أضل أساعدك لآخر نفس بعمري إن شاء الله. إن شاء الله يا أخوي. أحاول أسعدكم أكثر من هيك. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعينك على هالجوز بس يا أختي. لا تعتمدي علي أنا أخوك. الله هيك زلمة ما بنعتمد عليه. مرحبا أخوات، أظن أغلبكم ما فهم المغزى والغاية من الفيديو. المغزى والغاية من الفيديو انه الشخص هاد صار زنقير لانه ساعد اخته، والغاية من الفيديو انه الاخت غالية، لازم كلياتنا نساند اخواتنا مهما صار، حتى لو هن متزوجين. ما نقول والله تزوج وخلص جوزها بساعدها، خلص جوزها معها وخلص، لا، بتضل اختنا. وشفتوا بعينكم من دعاء اخت الله فتحها بوشه وفتح محلات ونور دربه. اخواتي هي الفكرة ما طلعتها من راسي، لا، هاي قصة واقعية صايرة مع بعض ناس كتير. الغاية من الفيديو انه نضل نساعد خواتنا، والله راح يفتح وجهنا من دعاء الاخت، الله راح ينور دربنا لانه عم نساعدها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ووصلت الفكرة يا اخواتي. بدي منكم كلياتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اللي جنب الاشتراك، لانه اغلب الاوقات ما عم تفعلوها. بتمنى من الكل تفعلوا الجرس، وحسابي الانستغرام موجود بالبايو بصندوق الوصف، تابعوني على الانستغرام. لا تنسى تحط لايك للفيديو وخلني نوصل هالفيديو للعشرين ألف لايك، ونشروا الفيديو هاد في كل السوشيال ميديا، بعتوها لأصدقائكم على الواتساب أو بعتوها لأخواتكم، وصلوها هالفكرة لأغلب الناس لحتى نقدر نقدم شيء لهالمجتمع. وبتمنى تشتركوا بقناة أحمد ديم ومروة بصندوق الوصف، الكل يشترك فيها، وقناة يسرا كمان بصندوق الوصف. ادخلوا اشتركوا قنوات الفريق. تحياتي لكم، السلام عليكم.